بالنسبة ليونت 106 عندنا الكمباراتيف بارت 2. بهذا اليونت ايضا راح نحكي عن المقارنة نكمل. ويقول لك بيفور كمباراتيف يو كان يوز، هاي ملاحظة كلش مهمة كتبها يمك، يفضل استخدام قبل المقارنة ماتش الات فار ابيت، يفضل استخدام هذه الكلمات مع المقارنة. يفضل استخدام هذه الكلمات مع المقارنة، اكتبها يمك ملاحظة. Much, a lot, far, a bit, a little, slightly. هسه لو جينا على الجمل، much better, a lot more expensive, bit more slowly, slightly heavier. كلهم نستخدم بياهن مقارنة. يعني هاي يعني هاي ممكن تجيني اختيارات بالامتحان، يعني ممكن يقول لك I feel much better لو well. انت هنا لازم تختار better ما اختار well. ليش؟ لان احنا قلنا وراء الماتش يصير مقارنة. ممكن يقول لك It is a lot more expensive لو expensive. واحد هتقول له more expensive، ليش؟ لان a lot مفتاح الحل، لأن الات هي المفتاح الحل. Can you speak a bit more؟ قال لك a bit more لو more slowly. لو slowly وحدها انت اكيد تختار له more slowly، لأن more slowly لازم تجي ويا التركيب هذا. طيب ملاحظة أخرى، يمكن استخدام الأني والنو مع المقارنة أيضا. يمكن استخدام النو والأني، أو يجب يعني يمكن، لا مو يجب، يمكن استخدام الأني والنو مع المقارنة. يعني دائما المقارنة لازم نستخدم وياها، أو يفضل، أو يجي بالامتحان أو أي شيء عادي. المهم يجيني أني ويا النو، أني والنو عفوا ويا المقارنة. يعني إذا شفت أني عادي أخلي وياها مقارنة، يعني إذا شفت أني تختار لها مقارنة، اختار لها مقارنة. طيب نو مقارنة. طيب ملاحظة أخرى، يمكن أن نقول better and better بمعنى أن الشيء يتغير بشكل استمراري، بمعنى أن الشيء يتغير بشكل استمراري. الشيء اللي دائما يتغير بشكل استمراري نحط له كملوها، اكتبوا ملاحظة كملوها. السلام عليكم دكتور. إذا كان الشيء دائما يتغير بشكل استمراري، يفضل استخدام صفتين مقارنة. طيب دائما كتبوها يمكن ملاحظة، لما الشيء يتغير بشكل استمراري your English is improving، لغتك الإنجليزية دا تتحسن. إذن هنا هذا يعني فد شيء تغيير مستمر، يعني better and better، bigger and bigger، bigger and bigger، the city has grown، المدينة يعني بدأت تكبر.
مور اند مور كان يعني نفس الشيء، نحط صفتين متشابهه مور اند مور. طيب طيب كتبوا لي ملاحظة أخرى. إذا كان هنالك، إذا جاءت كلمة بين الذ، إذا أجت كلمة بين الذ، أنا عندي ذا وذا، يفضل استخدام المقارنة دائما. إذا لقيت جو كلمة بين the وthe حط مقارنة، the sooner the better، the bigger the better، the sooner the earlier. دائما إذا لقيت جملة بها the وthe حط بنصها مقارنة. طيب هنا ركزوا على هاي المعلومة، عندنا الـ comparative of old and older. David looks older than he really is. We use elder. شوف هنا ملاحظة مهم، يقول نستخدم elder only when we talk about people and family. من نحكي عن أفراد بالعائلة نفسها نستخدم elder. طبعا لا شنو لازم تكتبونها، أنا ليش أسكت غير أنكم تكتبون؟ ترى هاي فترات السكوت انا مالتي، لما اسكت دا انطيك مجال حتى تكتب، سواء تشوف الفيديو هسه او بعدين تشوفه. يعني حتى مرات بنسجل فيديوهات على يوتيوب، يعني دائما انا اسكت شويه، اسكت حتى تكتب انت، حتى انطيك مجال، حتى ما تظل توقف الفيديو وتشوف. اذا اعيد لك الملاحظه، كلمه elder تستخدم لما يكون انا قاعد اتكلم عن شخص من افراد العائله، من دا اتحدث عن افراد العائله اقول elder، my elder sister. اذا هاي my elder sister. كتبوها ملاحظه، وتأتي كلمة إيلدر قبل الاسم، وتأتي كلمة إيلدر قبل الاسم. إذا كلمة إيلدر شو وقت استخدمها؟ لما نتحدث عن أفراد العائلة وتكون قبل الاسم. My elder sister. شوف هاي كلمة إيلدر، هاي شوية فد يعني ما يصير أقول my older sister، لا أقول my elder sister، هاي تجيني بشكل عام قوية قبل الاسم. وعادي اذا قلنا older، يعني اذا قلت my sister is older هي صح مو غلط يعني، بس كلمة elder ركز لي على كلمة elder، هي كلمة elder دائما تستخدم لما تجيني قبل الاسم ويكون من افراد العائلة.
وعادي اذا استخدمت اولدر، بس ما يصير اقول ماي اولدر سيستر، يعني كلمه اولدر لازم تصير وراء افعال الكينونه، اولدر تصير وراء افعال الكينونه، اكتبوها ملاحظه، تستخدم كلمه اولدر بعد افعال الكينونه، تستخدم كلمه اولدر بعد افعال الكينونه، كلمه اولدر تستخدم بعد افعال الكينونه، اما ايلدر فتجيني قبل الاسم، تستخدم مع افراد العائله، تستخدم مع افراد العائله. هذا كل ما يوجد بالنسبة ليونت 106.